السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، يا رب تكونوا بخير. بالنسبة اللي بتفرج عليها لأول مرة، ما ينساش اللايك ويشترك في القناة، وأهم حاجة يفعل الجرس عشان يوصله كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات والترددات الفضائية والأحداث الرياضية. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنعرف إزاي نتعامل مع جهاز سترونج كوري 4630 والأجهزة الشبيهة له زي 4800 أو 4820 وكل الأجهزة الشبيهة اللي بتحتوي على نفس القيمة. هنتعامل مع قنوات من حيث الترتيب والنقل والحذف أو كل ما يخص قيمة القنوات. طبعا الأجهزة دون الأجهزة من نوع اللي قليل لما تلاقي لها ملفات على الكمبيوتر أو ملفات على الإنترنت، فاحنا بنعمل الملفات على أيدينا وبعد كده بنخزنها عندنا على الكمبيوتر أو على أي هارد ديسك عشان لو احتاجنا لها في أي وقت. بطريقة احترافية جدا هنقدر نتعامل مع ملف القنوات الموجود على الجهاز، وفي الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي نبرمج الجهاز بطريقة احترافية جدا جدا، وازاي نقدر ننزل ملف قنوات بسهولة للجهاز وننزل كل القنوات الجديدة باحترافية. وبالنسبة للحلقة دي هنعرف ازاي نعدل على ملف قنوات. طبعا لو ضغطت من المنيو على كلمة تكوين وضغطت اوكي ودخلت رقم السري 4 أصفار، هلاحظ ان كلمة تركيب القنوات او ترتيب القنوات او تعديل القنوات مش موجودة خالص داخل المنيو، بالتالي كده مش هقدر اعمل حاجة من داخل قوائم الجهاز، فهيبقى الشغل كله ان شاء الله من خارج القائمة دي. بضغط على زرار الاكزيت واخرج خالص، بجيب اي ريموت سواء التورمان 190 او سترونج الكوري، والاشكال بتاع الريموت اللي باينه قدام حضراتكم كل دي بتتعامل مع الاجهزه، اجهزه سترونج كور 4630 و4800 و820 وكل الاجهزه الشبيهه. وبضغط على الشانل ليست عشان استعرض ملف القنوات. اول ما بضغط على الشانل ليست هلاحظ عندي موجود الالوان بجوار الشانل ليست، نفس الالوان بالظبط بتعامل معاها، اللون الاحمر للفيفوريت والازرق للديليت والاخضر لللوك او عشان اقفل القناة، وعند الزرار الابيض للاد، واللي يهمني في كل الالوان دي الزرار الاصفر وهو زرار التحريك. كل اللي بعمله وانا واقف على القناة اللي انا محتاج احركها بدوس على الزرار الاصفر بنفس اللون من الريموت. وركز في الخطوة اللي جاية دي اهم حاجة عشان اعمل ملف قنوات بطريقة احترافية جدا. كل اللي بعمله بضغط على زرار القائمة او بستعرض قائمة القنوات، بعد كده وانا واقف على القناة بدوس على الزرار الاصفر من الريموت. الاحظ القناة لونها اتغير معايا، ومجرد ما بتحرك بالسهم اليمين والشمال بروح للمكان اللي انا عايزه، اضغط اوكي خلاص كده القناة اتنقلت للمكان الجديد. كمان مثال، لو انا واقف على القايمة وحبيت احرك قناة المجد، كل اللي بعمله بعلم عليها بالزرار الاصفر من الريموت وانزل على رقم 3 وادي اوكي، كده المجد بقت عندي على رقم 3. نفترض ان انا حبيت احرك كذا قناة ورا بعض، كل اللي بعمله بستعرض قائمة القنوات وانا واقف على قناة، مثلا القناة الاولى اعلم عليها بالزرار الاصفر واروح للمكان اللي انا عايزه وادوس على الزرار الاصفر مرة تانية، كده انا حركت القناة الاولى على رقم 1 من غير ما اخرج من القائمة. بروح على قناة كمان مثلا زي الفضائية المصرية على رقم 4، بعلم بالزرار الاصفر مرة تانية
وبروح على رقم 2 وادوس على الزرار الاصفر كمان مرة. بكده قدرت احرك قناتين ورا بعض، واجي في الاخر ادوس اوكي عشان احفظ اللي انا عملته، ونفس اللي بعمله في قناتين هو اللي بعمله في كل القنوات بطريقة سهلة جدا. وده كان شرح النهاردة عن ترتيب قائمة القنوات والتحكم في قائمة القنوات لأجهزة سترونج كوري. الثغرة اللي أنا سايبها لكم والنقطة الفنية اللي سايبها لكم لآخر الحلقة المهمة جدا، إن أول ما بعلم على القناة بالزرار الأصفر بدل ما بتحرك بالأسهم اليمين والشمال ممكن من خلال الأرقام اللي في الريموت، أول ما بعلم على القناة واضغط مثلا على رقم 2 زي الفضائية المصرية اللي قدامي، القناة هتروح على رقم 2. نفس الكلام بالنسبة لبقية القنوات، أقدر أن أقف على القناة أعلم عليها وأضغط على الرقم اللي أنا عايز أنقل القناة عليه، وأجي في الآخر أضغط أوكي عشان أحفظ اللي أنا عملته. وبكده يبقى قدرت أستغل الأرقام اللي في الريموت في تحريك القنوات بطريقة احترافية جداً. مرة أخيرة قبل ما نختم الحلقة، قبل ما أختم الحلقة مع حضراتكم، الريموت البديل لأجهزة سترونج كوري هو ريموت تورمان 150 أو 190، والريموتات اللي باينة في الصورة قدام حضراتكم. وبكده تبقى حلقة النهاردة خلصت، أشوفكم على خير في حلقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.